السلام عليكم ورحمة الله أخواني وأخواتي الأعزاء، مع بعض هنعمل تحفة النهاردة، براونيز جلوتين فري ناتس فري. في ناس كتير بتعشق البراونيز وعندها حساسية من المكسرات أو عندها حساسية من الدقيق، فعملنا لكم براونيز زي ما انتم شايفين تحفة، تقدر تقدمه في مطعم خمس نجوم أو لحد من حبايبك أو في الريستوران أو في فندق، شكل وهمي وملوش حل. بالنسبة لو الميكرويف سبونج، انا عملت حلقة عنه جلوتين فري برضو، تقدر تتفرج عليها. ولو اول مرة تشاهدني على اليوتيوب، ياريت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس يوصلك كل جديد. ولو بتشاهدني على على الفيسبوك، على البيج بتاعتي احمد عبد السلام يونس، اتمنى تعمل لايك وشير وتكتب كومنت عشان نقدر نستفيد. المقادير هسيبها لكم في صندوق الوصف في اليوتيوب. شوكولاتة سودا، زبدة، بيض كامل، سكر سنترافيش، دقيق خالي، دقيق رز او اي دقيق خالي من الجلوتين موجود عندك في السوق، ده او ده يمشي. شوكولاتة بيضة دايما شايفين انا اقلبهم مع بعض، وبشر برتقانة وكاكاو، كل الدراي ايتم مع بعض. الزبدة والشوكولاتة هنسيحهم مع بعض. انا اكتب لكم مقادير صغيرة وانا بعمل مقادير كبيرة، وهتلاقوها موجودة تحت في صندوق الوصف. يبقى نركز بقى هنعمل ايه. بنسيح الزبدة مع الشوكولاتة الاتنين مع بعض، هنحطهم في الميكرويف او عندي بان ماري، وقلبناهم زي ما انتم شايفين، ادي سايحين اهو خلاص. وبعدين هركنهم دلوقتي على جنب، هننزلهم بعدين. البيض كامل مع السكر هنضربه في الميكسر كأني بعمل اسبونج عادي، تمام. انا هعمل كمية كبيرة لان بستخدمها الفندق، لكن هي الكمية الصغيرة هكتبها لكم في صندوق الوصف. البيض والسكر مع بعض على سرعة عالية لحد ما يبقى اسبونج زيه زي الاسبونج العادي. الموضوع بسيط جدا، بنخل الدقيق مع الكاكاو. يبقى انا عندي الدقيق ده دقيق رز او اي دقيق جلوتين فري موجود في البلد اللي انت فيها تقدر تعملها، ولو انت ما عندكش حساسية اشتغل بالدقيق عادي. بعد كده بحط الشوكولاتة وايت شيبس مكان المكسرات، يبقى انا كده مش بستخدم المكسرات، وهتشوفوا طعم جديد جدا وحاجة هتعجبكم. بحط بشر البرتقال مع البيض وهو بيضرب، واول ما الاسبونج يطلع بحطينا بشر البرتقال، بعد كده هنزل عليه الشوكولاتة والزبدة السايحين مع بعض. درجة حرارة الغرفة 22 او 18. بعد كده بقلب الدراي ايتمز اللي هو الكاكاو مع الدقيق الجلوتين فري او دقيق الرز او دقيق التابيوكا او اي دقيق متاح ليك جلوتين فري، بنقلبهم كلهم مع بعض كأني بعمل كيكة اسفنجية بالظبط. نقول المقادير تاني، اللي عاوز يكتب ورايا: 140 جرام شوكولاتة سودا، 140 جرام زبدة صفراء، 5 بيضات كاملين، 190 جرام سكر، 65 جرام دقيق جلوتين فري او دقيق عادي لو انت ما عندكش حساسية، 100 جرام شوكولاتة بيضة دروبس، الشوكولاتة البيضة الحبوب، حوالي 10 جرام او بشر برتقانة، البشر الزيت الناعم، و22 جرام كاكاو. بس ادي كل الطريقة، سهلة جدا. بيض وسكر مع بعض زي الاسبونج، نزلنا عليهم بالاصفر بالبشر البرتقال، وبعد كده نزلنا الزبدة والسكر، الزبدة والشوكولاتة سيحناهم مع بعض على الحمام بخار. بص القشر بتاع البرتقال ما دابش كويس، بنقلبه جوه العجين، وبعد كده بننزل بيهم على الاسبونج، وبعد كده الدراي ايتم اللي هي الكاكاو والجلوتين فري دقيق او دقيق خالي من الجلوتين، وبنسويهم على الفرن 180 لمدة 20 دقيقة.
تمام. ادي كده طلع عندي، بقطعه كاريهات وبقدر اعمل منه الطبق ده. ده مايكرويف سبونج، عامل عنه حلقة ليه على القناة عندي، جلوتين فري مايكرويف سبونج مع الجناش، فانيليا ايس كريم، وتويل بالكردموم اللي هو الحبهان. طبق بسيط جدا، رشة نعناع، ممكن تحط صوص شوكليت، تعمل اي حاجة. طبق في منتهى الجمال وسهل جدا جدا تقدر تعمله. بعد كده هوريكو الطريقة بتاعت انا للبراونيز العادي. 100 جرام حليب، 20 جرام عسل نحل، 20 جرام كريمة فريش. ده السيرب بتاع اللي انا بعمله. يبقى كده احنا عملناه. لو انا مستسهل الطريقة اعمل الطبق زي ما انا وريته لكم، بس يطلع المايكرويف البراونيز من الفرن، بستنى ما يهضى، بقطعه كاريهات، بسرفس عليه بمايكرويف سبونج وفانيليا ايس كريم، وكده طبق تحفة اقدمه لحبايبي، يطلع في منتهى الجمال. الطريقة التانية اللي انا اعملها لكم، ده الشربات بتاعي اللي انا بعمله. 100 جرام حليب، 20 جرام فريش كريم، 20 جرام عسل نحل، بغليهم كأني بعمل شربات. او انت عاوز تحط شربات الخفيف بتاعك ده بطريقة يعني، ده يرجع لك انت، بس انا بوريك الطريقة اللي انا بعملها وبسرفسها عندي في الفندق او في المطعم اللي انا شغال فيه. في ناس كتير بتقع في مشكلة التسوية بتاعت البراونيز. في ناس بتسويه زي البسكويت. البراوني يا شباب لازم يكون سوفت، لازم يكون شيوي، فما تسوهوش قوي يعني، ما تقرص عليه في الفرن جامد. انا بحطه 180، ممكن ياخد 15-20 دقيقة حسب الفرن بتاعتك، فلازم ما تزودهوش في التسوية عشان ما يبقاش زي الخشب. كده سوينا ادي الغلي. اول ما بيغلى السيرب بتاعي كده بستنى لما يهدى، وبس بحط الكدر او فورمة مدورة حسب ما متاح ليك، بس انا بوريك الطريقة اللي انا بعمل بيها في الفندق. كادر، بحط طبقة راق لان انا عامل الارتفاع 2 سنتي، وبعدين بسقيه بالشربات المخصوص بتاعي اللي هو كريمة فريش وحليب وعسل نحل، وبعد كده بحط الجناش. الجناش ده لتر كريمة فريش، لتر كريمة فريش، كيلو و200 شوكولاتة 70% و20 جرام زبدة. او تبص على حلقة البراونيز بتاعتي هتلاقيها، او على حلقة الاوبرا. كده خلاص انا عندي اديته طبقتين، حطيته في الكادر عشان اضمن ان هو ثابت يطلع متكامل. بدي سيرب على الوش وجناش، يعني بدي سيرب تاني زي ما انتم شايفين، السيرب المخصوص بتاعي، او اقول عليه احمد عبد السلام يونس سيرب، عسل نحل كريم فريش مع الحليب، طعم ملوش حل. ممكن تضيف سكر لو انت مش عاوز تحط عسل نحل، حاجة ترجع ليك، او ممكن تحط شربات خفيف اللي هو كيلو سكر كيلو مية 100 جرام كاكاو، وتغليهم مع بعض هيبقوا صوص شوكولاتة جميل تسقي بيه البراونيز. ادي الجناش بتاعي، الزبدة كانت ناشفة ما دابتش كويس. بس بعد كده عندي اجمل براونيز لو عندي، لان انا عندي جيست كتير جلوتين فري وناتس فري، ناس عندها حساسية من المكسرات، وانت عارفين ان البراونيز بيتعمل بعين الجمل، فالناس دي ما تقدرش تاكله لان هيجيلها حساسية وتعيا. وفي ناس ما عندها جلوتين اللي هي ما بياكلش دي، اقدر اقدم الطريقه الجميله ده. اقطعه زي ما انتم شايفين مستطيله، وعليه كانيل ايس كريم مع تويل كردموم، صوص الباشون زي ما انتم شايفين، حاجه تحفه وطعم راقي جدا. او اقدر اقطعه كيوبس واقدمه مع ايس كريم ومايكرويف سبونج. عندك كذا فرايتي، واديك شفتوا الطريقه سهله جدا، وتقدر تقدمها في مطعم في ريستوران عندك جيست، او على البوفيه زي ما انتم شايفين. ادي طبقتين مع ماكرونز مع ديكوريشن خفيف من الشوكولاته، سيمبل، طعم في منتهى الجمال. وزي ما انتم متعودين معاكم احمد عبد السلام يونس، شعاري دايما
ليه تتعب أكتر أما ممكن تتعب أقل. شرفتونا.